لا تحسم له الحرام الليل حرامية الظهار الباقة القرصة. قالوا لك نعم والفرصة جت وياك كلوا لحمك وظنك ما شفت فرصة. قالوا جبنا خير وعيش عيشة خير وبعد خلوها تحفظ مايها القصة الوصة على الشعب ما يدري بي جوعان الوصة على الشعب ما يدري بي جوعان ومن الجوع شو مات الشعب نصه الحصة وبيها كل شي ورغد نام الليل راس الجوع لازم بيدنا نقصه يوميا نقص يوميا نقص بالحصة جاي يصير يمكن على الربع تتوزع الحصة. نعم يا إيهاب. طلع لي المارد المضموم بالمصباح طلع لي المارد المضموم بالمصباح قال امرني قول ومستعد شفته وخلص من علي شبيك ما لبيك عبدك بين يديك ويا امر رسيك. طلع لي المارد المضموم بالمصباح قال امرني قول ومستعد شفته خلص من علي شبيك ما لبيك عبدك بين يديك ويا امر رسيك. انا ترددت بس قلت ما خسران اخيك قلت له فدوة من الفقر عدته ردت فرصة عمل قلت له الوضع تعبان ظل صاف من علي وعلى الحسن قلت وجهه تغير او يفرك بدي محتار خوفني بصراحة تندمت قلت قال انا اخذ من الناس 10 اوراق بس قدر ظرفك واكتفي بستة. والله هذا خوش مارد على يفيد يحيى بالاول ابتدائي تعين. يلا يا حيشو كان برحله وحده وياي تلميذ مشكلته غني ومشكلته معتاد غني لكن غبي ما يكتب الدار رغم واحنا وصلنا النور بزاز ابوه تاجر كبير ويدري الاستاذ لان مره هداله كرسي هزاز هز شخصه وضميره وقام بسكوت يصحح له الغلط ويحط له ممتاز والتلميذ شاخع للتلاميذ وكل ما نشتكي له وياه ينحاز حتى بالعقوبه يضربه بهداي وعلي المسطره يسويها على الغاز. وبعد سنين مرت شفت الاستاذ حانيه الكبر وبشفة اكاز وشفت كرسي عليه مكتوب للبيع والكرسي كبر ما عاد هزاز عرفته وما عرفنه وصحت لا تبيع كرسيك حرام تبدله بالماز. قال منين انت ومن شو تريد حاسين عدل لا تحكي الغاز قلت لانا تشنت شايل التابوت وبموت بضميرك رح تجنب. الله 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 انا اردهني اعضاء مجلس النواب الراحه وثلاث مرات واكثر للحج حجه مقبوله لكم نوابنا وسعيكم مشكور رحتوا وجيتوا عرفتوا هذا البلد ينزل بالشباب المهم على الخير من حجيتوا 82 واحد راح بيش او لليتامى بس دمع خليته كل سنة تحجون مو كافر يا كل سنة تحجون مو كافر يا الكعبة ملت شيني ما مليتوا رائد. العجايز كون يرجع بيها حيل وهي مو كون الركض صاير شرط والقبيد وتنكبيد ويا الشباب تهرول ويم اللي يوزع تنضبط يصير هيك واحنا مو الا على قاع لو نحفر بالسطح يطلع نفط يصير هيك واحنا مو الا على قاع لو نحفر بالسطح يطلع نفط ادري يا خياط هيك خياطه زين منين جبت جيوب تشتم الخمط يلي كاشان فرشت حتى الجدار مرلي شوف الهول يحلم بالبسط ضغط ما يصعد بعد ما يعني زين لتنو العباس شرت الضغط. الله يا حسام المؤدب حتى لو شاطر اذا شاف المعلم بيده شايل مسطره مثل كل كسلان يوقف يفتح يده وحين يوقف راح يوقف بالسره
الأدب من يحكم الإنسان يصبح شيء عجيب. هاك آسف أقصد تفضل ولو ما قلت لجيب. هاك ذمة وهاك بلوة وهاك ظن الماء يخيب. واسبق الذمة بوصية التطول الإيد قسمه والبعيد وما تنول يعود للحظ والنصيب. وانت ذيب كونك بنص الزيادة وذيب يشهد لك بأنك انت ذيب. والصقر لو صقر يستخفي الحمامة والقوي اللي يرأف بحال الضعيف. هذا حال الغيرة توأم للشهامة. يلقلك ذمة برقبتي ذمة وبشكل الرسالة مو نبي وسميني مرسل إلك من ربك تعالى. مثل ما تدري القمر يطمع بعد وقت المغيب كون تدري الشاعر المعيوب ما يتسمى شاعر والأديب المو مؤدب مو أديب. شكرا جزيلا لكم. ما طرحتوه شعراءنا بالتأكيد هو يعبر عن وجهات نظركم هذا بال... وأيضا كان يعالج بعض الظواهر السلبية بالمجتمع. قبل ننهي الحلقة ونعلن التصويت شو يقول نعلن التصويت شباب لا خليها ورا البرنامج والله قلوبكم عندك هالشيء. لجنة التحكيمية نريد بدءا من الأستاذ حمزة.